في ضربة قاسية للاقتصاد الأمريكي سجل الناتج المحلي الأمريكي تراجعاً إجمالياً بنسبة 32.9% وذلك خلال الربع الثاني من العام. هذا التراجع هو الثاني على التوالي لأكبر اقتصاد عالمي، ما يعني دخوله في مرحلة ركود. نناقش هذا التطور مع ضيفتنا من نيويورك الصحفية كالي تورنس. كالي، أهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار. هل يمكن القول هنا أن فيروس كورونا بتحطيمه إنفاق المستهلكين والشركات في الداخل الأمريكي نجح بالفعل بإغراق الاقتصاد الأمريكي بأصعب مرحلة ركود وجعله أكبر اقتصاد في العالم متضرر من هذه الأزمة ومن هذا الفيروس؟ شكرا على استضافتي شانتال. بالتأكيد الإغلاق الذي وقع في العديد من الولايات والحكومة الأمريكية استجابة لوباء كورونا المستجد هو المسؤول عن هذا الوضع، لأن الناتج المحلي الإجمالي انخفض ب 9.32% في الربع الثاني من هذا العام، وهذا لم يحدث منذ عشرينيات القرن الماضي، ولذلك هذه هي الإشارة الثانية التي تظهر بأن الاقتصاد يعاني، وهناك العديد من الأمريكيين الذين يقدمون إعانات للبطالة، و 1.4 مليون أمريكي قدموا طلبات للمساعدة بسبب بطالتهم، وهناك الملايين من الوظائف المفقودة حاليا، وهناك توقعات بأن الصيف سيكون الأمر أسوأ، والأمر بدأ في مارس والآن نحن نعيش في الصيف والاقتصاد ما يزال يعاني. لذلك لا يبدو أن آفاق التعافي قريبة، وخصوصا أن نجد العديد من الولايات تسوء فيها الأشياء وتغلق أكثر وتشدد الإجراءات بدلا من استئناف فتحها مثل كاليفورنيا وفلوريدا، حيث نرى أعدادا عالية من الإصابات الجديدة. دعيني أشير هنا كالي إلى أن الانخفاض الأكبر في الناتج المحلي في البلاد منذ أن بدأت الحكومة يعني حفظ السجلات في العام 47، لكن الواضح هنا أنه في يعني انتقاد كبير، في خلاف كبير بين الحزبين على حزمة الإجراءات المرتقبة لإنعاش الاقتصاد. دعينا نتوقف معا عند آخر ما قالته رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي، تقول للأسف بعد أشهر من تأخير قاتل قدم الجمهوريون اقتراحا لن يؤدي سوى إلى إطالة معاناة ملايين الموظفين والعائلات. وبالتالي كالي نتساءل هنا إلى أي مدى يتم استثمار هذا الثقل اللي تركته أزمة كورونا انتخابيا الآن في الداخل الأمريكي ما بين الحزبين؟ نعم، هذه هي القضية الرئيسة هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الاقتصاد هو المحور الأساس في الحملات الانتخابية. الديمقراطيون سيستخدمون هذا الأمر ضد إدارة ترامب، وهو يمكنه أن يرد ويجيب ويقول إن أمريكا واجهت العدد الأكبر من الوفيات في نيويورك وهي مدارة من حاكم ديمقراطي، ويمكن أن يرد بهذه الطريقة. لكن العديد من الأشخاص كانوا غاضبين بسبب طريقة إدارة أندرو كيومو لتفشي الوباء في نيويورك. هو كان يتعامل بشكل خاص مع المرضى الموجودين في المستشفيات والمسنين. أعتقد أن كل هذه الأشياء ستسيس في هذه الحملة الانتخابية. وترامب كان يبلي بلاء متميزا في الاقتصاد وحقق نسبا غير مسبوقة وحطم أرقاما قياسية في الاقتصاد، وخصوصا للأقليات مثل اللاتين والأمريكيين من أصول أفريقية قبل الوباء. لكن كل هذه الأشياء تبددت بسبب الوباء. هو يقول إنه سيعيد الأمور إلى سابق عهدها وذلك بعد نوفمبر. لا أعتقد أن أحدا يعتقد أن هذا أمر ممكن في الوقت الحالي، ولذلك حتما الرئيس
وطريقة إدارته لتفشي الوباء يسائل طريقة التعاطي للإدارة الأمريكية على المستوى الاقتصادي. لذلك ليس له أن يجبر الناس على فعل شيء أو الامتناع عنه. شكرا جزيلا للصحفية كالي تورنس على مشاركتها من نيويورك معنا الآن.